بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. خلينا إن شاء الله تعالى في ذكر قصة سمرة ورافع والهمة العالية عند هؤلاء الفتية. فضيلة الشيخ، أريد كلمة الآن الدافعية عند الشباب، عند طلبة العلم، عند لا توجد هناك دافعية، ولننظر إلى هذه الهمة مع هؤلاء الصبية الصغار ويريدون المشاركة في هذه الغزوة. نعم، هؤلاء جيل أمثل ورعيل أكمل، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء. الهمة هي الباعث وأصلا في الحصول على كل شيء. نعم. لا، قد تجد الهمة حتى عند الكافر، حتى عند المسيحي. نعم. عند اليهودي الهمة تختلف من شخص إلى شخص، وقد تقل عند بعض المؤمنين، لكن المهم لدى المؤمن أن تكون هناك همة وعلم يسوق به هذه الهمة، همة عالية. نعم. وعلم يسوق به تلك الهمة، لأنه إذا لم تكن هناك علم ينير له الطريق، قد تكون لديه همة عالية لأن يسود عن طريق سفك الدماء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقد يوجد إنسان لديه همة لكن العلو في الأرض للفساد. وقد مر معنا في دروس سلفت أن أبا مسلم الخراساني مات تحت سيفه أكثر من 600,000 مسلم. لا إله. وقلب دولة مكان دولة، أذهب دولة بني أمية بقدر الله وقام دولة بني العباس. فهذه همة عظيمة، حتى كان لا يأتي أهله إلا في الشهر مرة حتى لا يشغله النساء عن همته، ولا لم يرى ضاحكا، وكان يأتيه الأمر العظيم فلا يتبسم، ويأتيه الكرب العظيم فلا يتجهم. هذه همة. والمتنبي يقول: إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقد كانت لدى المتنبي همة، لكنها همة فيما لا يرضي الله. فأحيانا قد تكون هناك همة، لكن لا بد من همة مصحوبة بعلم يعرف الإنسان منه. امرؤ القيس أين قبره؟ في أنقرة. وهذا شيء عجيب، لأن هذا قبل الإسلام قرابة نصف قرن أو أكثر، ومع ذلك لما أراد أن يثأر لأبيه من بني أسد خرج إلى القسطنطينية يستنصر بقيصر. والإنسان يتعجب كيف خرج هذا الرجل من ذلكم الزمان من نجد إلى أنقرة. اليوم لو قلت لرجل منا في قطر، في السعودية، في أي بلاد الله، في جزيرة العرب، اذهب إلى أنقرة، ظنه سفرا بعيدا. نعم. ها كم قطع من الفيافي والقفار على تلك على الدواب، كل ذلك الهمة حتى يأتي بجيش ومات هناك. يعني وإني مقيم ما أقام عسيبه، وقبره يقولون موجود هناك. المقصود هذه همة. فأحيانا توجد همة، لكن أين المصيبة؟ في من تلحظه ممن قلت همته، لا هم له إلا أن يطعم ويشرب، ومثل هذا يقتلك، لأنك صعب أن تعلمه، هو يحتاج أن يحيا أولا. صحيح. ثم بعد ذلك يتعلم. نعم. إذا حيا دب بعد ذلك. بعد ذلك يتعلم. نعم. لكن تعلمه وهو لا يملك رغبة ولا يملك رغبة في أن يسود ولا أن يكون شيئا مذكورا. نعم. هنا تكمن قرر أن يعيش على الهامش. نعم. قرر أن يعيش. نعم. خارج الأرض.